من الغريب أن تسمع عن شقة مساحتها أصغر من غرفة النوم نفسها، وسعر استئجارها يتجاوز $1000، مما يجعله سعراً يفوق الخيال. لكن شقة بهذه المواصفات الغريبة وهذا السعر المرتفع موجودة فعلاً، ومكانها تحديداً في ولاية نيويورك الأمريكية، حيث نشر شاب يدعى عمر لابوك، وهو سمسار عقارات في شركة دوغلاس إليمان، منشوراً على إنستغرام يوم الأحد 18 من فبراير لجولة دعائية في أصغر شقة توصف بأنها شديدة الضيق، ويبلغ تكلفة استئجارها $1200 شهرياً. الشيء الذي جعل المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعبرون عن غضبهم بعد مشاهدة العرض الغريب، خصوصاً أن السمسار تمشى بضع خطوات فقط داخل الشقة، ليكون بذلك قد أكمل جولته داخلها. وحسب مقطع الفيديو الذي انتشر على منصة إنستغرام، حيث يظهر عمر لابوك في البداية وهو يقف خارج المبنى الواقع في وسط منطقة منهاتن، ويقول: يقال إنه يمكنك أن تجد أصغر شقة في منهاتن في هذا المبنى، هيا نتحقق من ذلك، إنه أمر مذهل. ثم يفتح السمسار العقاري باب الشقة المعروضة للإيجار في الطابق الثالث، والتي تتوفر فقط على غرفة صغيرة فارغة فقط، بها خزانة ملابس خشبية. ويضيف في مقطع آخر: هناك نافذة واحدة تطل على مخرج الحريق والمباني المحيطة، هذه هي الشقة بأكملها. إنه شيء لا يمكن تصديقه إلا إذا رأيته بعينيك. وقال لابوك: أنا لست رجلاً ضخم البنية، ومع ذلك يمكنني تقريباً أن أمد يداي فألمس كلا الجانبين هنا. ويمكنني القول إن هذه أصغر شقة في منهاتن كلها من دون شك، ويبلغ إجمالي الإيجار $1200 شهرياً.